اتحبسنا مع العفاريت يا بابا. ايه ضحكة الاشرار دي يا بابا؟ دي لزوم الرعب والخوف. انا كيف بحلم لك. يلا يا سلمى. ما تتصل بيه. ما انا معيش رصيد يا بابا. اتصرف يا حماده يا ابني. واضح انهم بيتسلوا بخوفنا. مفيش مغفلين زيي. عندك حق يا بابا. انا قصدي اننا نديهم فرصه يعيشوا معانا وهم في حالهم واحنا في حالنا.